مرحبا مهند، كيفك؟ شو هلا الاخبار؟ مهند، كيف حالك؟ تمام؟ والله الحمد هلا فيك، هلا لله. فيك. احنا عم نعمل نوع محتوى جديد. حبيت اعرف عنك اكثر، برحلتك مع السيارات كيف بلشت؟ هو انا موجود في الامارات من 2004، احنا النهارده 24 20 سنه ما شاء الله. ما شاء الله. ابتديت في السيارات هنا في 2008، يعني كان في لاكجري براند اوروبي، هنقول يعني مرسيدس. وبعدين من 2010 لحد 2016 تويوتا، وبعدين من 2016 لليوم في شيفروليه في ابو ظبي. ما شاء الله عليك. الحمد لله، فاكبر براندات او اكبر براندز مانيفاكتشرز في مدارس مختلفه، الاوروبيه، الياباني، والامريكي. اكبر مصنعين للسيارات، فاكبر اسماء الحمد لله، واخد بقى ليها فاليو شويه حلو. ف يعني خلاص، هي بقت باشن، وطبعا انا عايش فيها بقالي كتير، وخلصت الحمد لله. بقت مش بس شغل، بقت هي هوبي، بقت حاجه بتحب تعملها، فبتعملها بحب زي ما بيقولوا. والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. قد ايه انت صار لك مع الامريكي مركز عليه بالضبط؟ من 2016 يعني انا موجود في شيفروليه في ابو ظبي من 2016، واحنا يعني بدأنا رحله طويله من الانتقال من البيزنس العادي اللي هو التقليدي للسيلز التقليدي خالص، اللي هو ان انت تستنى الزبون يجي لك لحد الشوروم وتعمل السيلز بروسيس العاديه، هي كانت الخطوات بترتيبها يعني، لان احنا نقلنا ان هي تبقى كل حاجه اونلاين وكل حاجه سوشيال ميديا اكتر، وكل حاجه اسهل للزباين، وطريقه الشراء بقت اسهل كتير. في زباين كتير ما بشوفهاش مع الاسف، وبيستلموا سياراتهم وما بعرفش يعني، غير لما بيرجعوا تاني وهم بس بيسلموا علينا، بيعملوا سيرفيس او كده، بييجوا يتعرفوا علينا بعد ما يكونوا استلموا السياره بفتره طويله، لان يعني كل حاجه كانت بقت اونلاين، خاصه في وقت الكوفيد في 2019، ده ساعد اكتر. ويمكن دي تبقى معلومه غريبه شويه للناس، ان وقت الكورونا او الكوفيد 19 ده كان اكتر وقت احنا عملنا فيه سيلز، واكتر وقت كان دايما التارجت بيتحقق، واسهل وقت اتعمل فيه مبيعات، لان كل حاجه انا كنت بعملها من البيت يعني. البيع كله كان اونلاين، كله على الواتساب، كله على السوشيال ميديا، ما كنتش بروح الشروم، ما كانش حد بيجي لنا طبعا، كان وقتها في حجر لو تفتكر. ومعلومه غريبه، الكوفيد 19 ده بقاله 5 سنين، الناس مش هتصدق الرقم، بقاله 5 سنين يعني، احنا عدينا بيه الحمد لله وخلصنا وكل حاجه، وان شاء الله ما نرجعش تاني، بس الوقت ده كان فتره ذهبيه بالنسبه لنا في المبيعات. أنا حاب أسألك سؤال يمكن يكون شوي حساس. شو أكثر سيارة أنت بتحب تسوقها؟ هو انا سوق سيارات كتير الحمد لله من ساعه ما جيت هنا، ف يعني وسوقت كل البراندز اللي كلمتك عنها دي. طبعا كل سياره ليها ميزه، كل سياره ليها شخصيتها، بس هو مفيش حاجه اسمها احسن سياره، هو في حاجه اسمها انسب سياره. انسب سياره لظروفك اليوم يعني، انا مثلا اول ما جيت كنت لوحدي، وطبعا خدت سياره كونفرتبل شغل الشباب والكلام ده كله، وكنت لوحدي مفيش عيال ولا اي شيء. بعدين طبعا بقى في عيال والكلام ده كله، اضطريت اجيب سياره عائليه. كانت صالون عادي خالص، كانت سيدان، اي سيارة جبت؟ وكانت كيا يعني، هي كنت موتها في 2006 انا فاكر، بعد البي ام دبليو الاوليه اللي هي بتاعت الشباب دي. كشف ومش ايوه حركات. بعدين كيا، وبعدين بقى طبعا اف جي وابالون، وقتها خلاص كنت اتنقلت التويوتا يعني، اف جي وابالون واوريون وسيارات يعني، كانت صالون على فور ويل درايف يعني، حاجات كانت كلها من التويوتا يعني. بعدين دلوقتي طبعا مع شيفروليه، طبعا كاميرو، كان عندي الكاميرو جميلة طبعا مفيش عليها كلام، كاميرا اي سنة؟ البامبل بي اللي هي بتاعت ال واو 2011، صفرة بخطين سود اللي هي كانت ناضجة. حلو كتير. فخلاص لما بتتجوز تعدي مرحلة معينة، وخلاص العيلة بقى بيبقى ليها كل اللي هم محتاجينه من سيارات وسيارات بيت والكلام ده كله، بتحاول ترجع شباب تاني يعني، تقريبا يعني ان شاء الله. يا اما تركب دراجة بخارية، يا اما تركب مثلا كامارو، فطبعا البيت اختار الكامارو بدل الدراجة البخارية عشان الأمان يعني. لا انت ما لك بالدراجات ولا بركب دراجات؟ كنت طبعا زمان بتسوق؟ طبعا ما شاء الله. كنت بركب بسكيت عجل، بسكت
كنت حتى بس بي ام اكس اكتر حاجه فري ستايلنج والحاجات دي زمان بقى خالص يعني، بيقعدوا ينطوا دول يتشقلبوا على الرامب، كنت بعمل الحاجات دي زمان. ودلوقتي راكب سكوتر عادي كمان سكوتر كهرباء. برايك الشخصي شو اكتر سياره اقتصاديه مناسبه لعائله ممكن الواحد يركبها؟ هو حاليا يعني في سيارات في السوق كتير منتشره، بس كمان لازم الراجل يعني اللي بيروح يشتري او الشخص اللي بيروح يشتري يعرف هو محتاج ايه بالظبط، البادجت والفلوس اللي هيدفعها ترجع له ايه بالظبط من المواصفات، يعني فاليو فور ماني زي ما بيقولوا. في كذا سياره، بس انا هتكلم طبعا عن سياراتنا احنا، واللي اكتر مبيعا موجوده عندنا حاليا والناس كتير بتشوفها في الشارع منتشره كتير هي شيفروليه كاتيبا. الكاتيبا بتبقى 7 ركاب 1.5 4 سلندر وتوربو غير سي في تي 8 سرعات اوتوماتيك وشكل جديد ومواصفات عاليه كتير على السعر اللي موجود فيها او موجود عليها يعني. يعني تقدر تاخد فول اوبشن مثلا باقل عن 100,000 درهم، فدي حاجه. وسبع ركاب، مفيش سيارات كتير او يعتبر مفيش سيارات اصلا في الكاتيجوري ده بالسعر ده خالص. واذا بتكون سياره شبابيه شو بتنصح الشباب اكتر شيء؟ كمان ده بيعتمد على البادجت، بيعتمد على الاحتياجات، بس يعني لو شبابيه واحد سنجل بقى محتاج مثلا سياره كوبيه او كده يعني. طبعا الكاميرو اكيد انا هشجع الكاميرو كتير، بس السيارات الكاميرو الاكثر مبيعا عندنا للشباب ما بين 18 سنه ل 25 سنه كله بيتجه على السيلفرادو بيك اب، الكابينه واحده او باب واحد زي ما بنقول. بنات ولا شباب؟ بنات وشباب الاثنين بياخدوا، البنات بيسوقوا كل حاجه على فكره، البنات من زمان من يعني وانا هنا من زمان ما فيش فرق خالص في السواقه بين الشباب والبنات، كلهم نفس الجرأة، ويمكن هم كمان أكثر جرأة تمام كلهم بيسوقوا زينا بالظبط وما فيش أي اختلاف أبدا. بالعكس أنا بكون مبسوط جدا لما تيجي واحدة تقول لي أنا عايزة كاميرو اس اس، عايزة زاد الوان. إحنا عندنا نادي الكاميرو، أنت تعرف في نادي الكاميرو عندنا في بنات كتير من مؤسسي النادي أصلا مظبوط، وسياراتهم معدلة وسياراتهم مجهزة لسه واخدين من عندنا زي الوان. آخر كام 5 سيارات عندنا زي الوان أخدهم نادي الكاميرو الشهر اللي فات، منهم بنتين او ثلاثه يعني وما شاء الله. والكورفيت نفس الكلام، نادي الكورفيت كمان فيه بنات كتير وما شاء الله يعني. مبسوط انا جدا من الموضوع ده، بس هم اهم حاجه طبعا الامان في السواقه والسيفتي، وان هم بيسوقوا في اماكن مجهزه للتسابق يعني دراج ريس او كده. مفيش دريفت ولا الحاجات دي خالص، هي ناس متخصصه بسيارات تانيه مجهزه تجهيز مختلف، بس السيارات اللي هي الستوك او معدله تعديل للدراج ريس او كده بيروحوا تراكات معينة احنا بننظمها دايما في سويحان. نعمل على طول مواسم كل سنة للدراج ريس، للديرت دراج ريس، للاوف رود، للساند باتشنج، لكل الحاجات دي دايما دايما. وطبعا كل يعني الجروبات دي بتجي لنا وعارفيننا، وليوا وحاجات كتير يعني. هم ليوا كان لهم مشاركة فعالة؟ طبعا طبعا دايما. شباب البيك ابس كلها موجودين معانا، شباب الدراج ريس كلهم معانا، نوادي الكوربات ونوادي الكاميرو ونوادي سيلفرادو ونوادي الجي ام سي كلهم معانا طبعا. طب يعني ما شاء الله عليك، انت الكارير تاعيتك زي ما تفضلت من مرسيدس لتويوتا للامريكي جنرال موتورز، وين طموحك مجدك لوين لبعد اكثر من هيك؟ هو حاليا الخطوه اللي جايه على الاغلب هتبقى كهرباء، كله هيتكهرب ان شاء الله. الكهرباء طبعا هو مستقبل. انت شو شايف الكهرباء مستقبل فعلا؟ مستقبل بس هو لسه يعني مش مجهز 100%. الناس لسه المايند سيت لازم يعني، في ناس استعجلت شويه وفي ناس لسه عارفه ان هي بتأني المفروض تاخد الموضوع، والمصنعين نفسهم نفس الكلام يعني. مصنعين فينا مصنعين استعجلوا فعلا، وفي مصنعين بياخدوا وقتهم يعني. مثلا جنرال موتورز واخدين وقتهم في الابحاث والتطوير والتغيير والتجارب والكلام ده كله، فعشان ينزلوا مره واحده مظبوط يكونوا جاهزين وكل حاجه مجهزه، سواء بيئه تحتيه او السيارات نفسها او يعني الشحن والرينج والكلام ده كله تمام. ده كل ده بيدرس حاليا وبيتم تطويره حاليا والدنيا ماشيه تمام. سؤال، هل في عندنا اي سربرايز ممكن نستنيها قاعدين كعربيه مش موجوده بدها تنزل السنه يعني؟ هو في سيارات طبعا زي ما قلت لك الكهرباء، مثلا في المفروض سيارتين كهرباء ينزلوا السنه دي او السنه اللي جايه بالكتير. في سيارات هيتغير شكلها السنه اللي جايه، في موديلات هتنزل شكل جديد من الموديلات اللي كانت اكتر مبيعا كمان في السيارات اللي هي الاس يو في متوسط الحجم زي الترافيرس، شكل جديد ناس كتير مستنيها يعني عارفينها من زمان من 2008 لحد اليوم. وهم في ناس
مستمرة في الموديل، لأن سيارات عائلية 100% يعني صرف 100% بحتة، حجم كبير، مكاين كبيرة، شكل جديد، مواصفات عالية، أسعار مناسبة جدا، باكجز أو عروض دايما بتحصل من الوكالة يعني، وتسهيلات في الدفع والكلام ده كله. فالناس الحمد لله كلها يعني ملتزمة معانا، وإحنا ملتزمين معاهم، لأن يعني أنا بالنسبة لي موضوع السيارات وبيع السيارات والكلام ده كله، هو مش بيع سيارات بس، أنا زي ما قلت لك هي بقت هواية وحب وكده، بقت شغف شغف. وانا بحس ان انا دايما بغير حياه الناس، يعني لما يجي لي ناس يسالوني اخد اي سياره اعمل، بساله رايح فين، هتعمل بيها ايه، مين هيركب معاك، مين هيستخدم السياره، هتروح فيها فين، ايه الاغراض اللي انت ناوي تستخدمها فيها. حلو، which means انه انت عم تستخدم كل سياره بتستخدم شخصيه بني ادم طبعا معين. طبعا طبعا طبعا، كل ما عشان كده قلت لك هو ما فيش حاجه اسمها احسن سياره، في انسب سياره، فانسب سياره ليك غير ممكن ما تناسبنيش، ما تناسبش حد تاني، او يعني كل واحد واحتياجاته ومتطلباته وكده، فده بيخليك تغير حياة الناس. فهي أنا حتى بقول للناس، أنا قول لي أنت عايزني أغير حياتك إزاي؟ في ناس تقول لي أنا عايز كذا كذا، بيكون عارف هو عايز إيه، وفي ناس بيسيبوا نفسه، يعني بيسيب لي نفسه شوف أنا إيه اللي هيناسبه بعد ما بسأله شوية أسئلة، وبعدين نغير حياته للأحسن دايماً، وبعدين يرجع يشكرك إن أنت فعلاً غيرت له حياته للأحسن. وفي ناس بتغير حياتهم للأحسن أحسن، تمام؟ ويجيب لك بقى كل أصحابه وقرايبه والدنيا تبقى ماشية كمان معاه. أنا سعيد جدا جدا باللقاء معك، وشو بتحب تخبر الناس اللي بيتابعوك؟ يعني بس اشتركوا على قناة اليوتيوب عشان يشوفوا كل الجديد، وأكيد فعل علامة الجرس. وفعل علامة الجرس، جرس التنبيه فعلا. على كل السوشيال ميديا احنا عندنا بلاتفورمز، على التيك توك، على الانستجرام طبعا، على اليوتيوب، على الفيسبوك، كل الحاجات دي موجودة، على لينكد ان، كل ده موجود. يعني احنا بنحاول نعمل محتويات جديدة شوية، طبعا التركيز كله عندي حاليا السيارات اللي انا فيها طبعا شيفروليه، فمحمودة للسيارات. لو في محتوى جديد انتم حابين تشوفوه طبعا عرفونا، لان احنا دايما يا ريت بنسمع الناس عايزين ايه وبنعمل لهم اللي هم عايزينه على قد ما نقدر طبعا. مظبوط، وربنا يسهل، وشكرا على الانترفيو حبيبي. الله يسعدك، ثانك يو فور تايم. تسلم حبيبي.